ضيف وتحتضن هذه القمة مع الأستاذة سوسن أبو حسين. مرحبا بك أستاذة سوسن. ونبقى أيضا في الاعتذار المغربي، ربما وزير الخارجية للشؤون الخارجية المغربي صلاح مزوار عندما أبلغ الدكتور نبيل العربي الذي كان أمينا عاما أو الأمين العام السابق للجامعة العربية اعتذار بلاده، قال في الخطاب الرسمي أن القمة العربية لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها أو تتحول إلى مجرد اجتماع مناسباتي ومجرد مناسبة لإلقاء خطب تعطي الانطباع الخاطئ بالوحدة والتضامن بين الدول العربية. هل تشعرين بأن هذه القمة، أو بأن دعينا نتحدث بصراحة، هل تشعرين بأن وزير الخارجية المغربي كان محقا في هذا الخصوص؟ أعتقد أن خطاب الاعتذار الذي قدمه وزير الخارجية المغربي عن القمة للجامعة العربية وللدول العربية له أسبابه ومبرراته ربما تكشف عنه السنوات وليس الأيام، لها أسبابها أنا يعني لا أريد أن أدخل فيها. وأرد على ذلك بأنه الظروف التي وردت في الخطاب الاعتذار هي أدعى بأن تعقد قمة عربية ولا تؤجل قمة عربية، لأن إذا لم نلتقي في أوقات الصعبة والتي تمر بها المنطقة العربية والمشاكل والأحداث تحاصرنا من كل مكان، متى سنجتمع إذن؟ هذه القمة خلقت يعني وجدت، ولكن يعني أستاذة سوسن هذه القمة ليست الأولى من نوعها التي تعقد في ظروف صعبة، يعني على مدى 50 سنة الماضية كانت كل القمم صعبة صحيح في الوطن صحيح العربي صعبة بالتأكيد، وستظل صعبة وربما ستكون أصعب على فكرة. يعني يمكن الأيام هذه السنوات أفضل، الله أعلم ماذا سنرى خلال السنوات القادمة.